بسم الله الرحمن الرحيم، معكم دكتور عبد الخطيب من قسم علوم الحاسوب بكلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب بمحاضرة يوم الثلاثاء 21/7، وهي الجزء الثالث من الشابتر الثالث من مادة السي اس 210 الاوبجكت اورينتد بروجرامينج ان بايثون. والشابتر هذا يتناول الاوبريتر اوفرلودنج. بهذا الجزء الثالث راح نناقش موضوع الاونري اوبريتورز، بعد ما ناقشنا الارثمتيك والكومبارزن اوبريتورز درس بالمحاضرتين السابقات. الاونري اوبريتورز يتمثل بالنيجاتيف وباخذ اوبجكت واحد هو السلف، والبوزيتيف والانفرت. هو الدرس الجديد اللي هو الاونري اوبريتور، الارثمتيك اوبريتور، الكومبارزن اوبريتور والاونري اوبريتور. الاونري اوبريتورز اللي راح ناخذهم ونغطيهم اللي هو النيجاتيف الماينس البوزيتيف والانفرت. الان بدنا نودي له اوبجكت واحد ويغير القيم، كل شيء ماينس يسوي بلس بالنيجاتيف، وكل شيء بلس يسوي نيجاتيف. يعني لو ودينا له مثلا بوينت، البوينت 2 و3 راح يرجع لنا ناقص 2 وناقص 3، فراح نودي له بس السلف، ما بنودي لهش السلف والاذر، بنودي له اوبجكت واحد والاتريبيوتس اللي جواته ببدلهم. البوزيتيف بيظل بوزيتيف، بيضرب هنا بزائد بيظل بوزيتيف، فما بتأثرش. الانفرت راح نوضح عليه مثال الانفرت كيف راح يعمل. فخلينا نشرح النيجاتيف، مثال النيجاتيف، وانتبهوا للنيجاتيف كيف راح نشرحه. ايوه انا بدي انا اخزن البرنامج هذا اللي عملناه هوم ورك ونبني برنامج جديد. نبني برنامج جديد باسمي هاي نيم، هاي رعد، ونختصر بسرعه البروجرام نيم. البروجرام نيم نعتبره اللي هو بدنا نعتبر النيجاتيف، النيجاتيف اوفر لودينج دوت بايثون. خلينا نخزنه على الديسكتوب كمان، كوبي هاي هون، نرجع على الديسكتوب وفايل سيف اس، بعمله دايركت على الديسكتوب وبسميه نيجاتيف اوفرلودينج. خلينا نبني فكره له، مثلا نعمل كلاس اسمه بوينت، وكلاس البوينت في ديف بالانيشاليزر تاعه. هون بدنا اندرسكور ثانيه لانه محجوز الاندرسكور اندرسكور، وفي سيلف وفيه A وفيه B. الآن self dot x، النقطة بدها x بتأخذ من A، و self dot y بتأخذ القيمة من B. بدنا مباشرة نبني ال honorary operators اللي هو النيجاتيف. الفكرة من النيجاتيف انه محجوز هذا الاسم اندرسكور اندرسكور نيجاتيف، بنودي له الاوبجكت وبقلب النقاط اللي فيه. الان ديف اندرسكور اندرسكور نيجاتيف اندرسكور اندرسكور. يعطيك العافيه دكتور، حياكم الله، تفضل سير. مش عارفين جديد كيف الحال، تفضلوا. شوفي خليكم معنا لنهاية المحاضرة. ها والله حبيت أشكرك بس يعني على جهودك. الله يبارك فيك، خليك معنا. مين أنت؟ مين معي؟ محمد عبيدات. يلا أهلين يا محمد، يلا خليكم معنا. طيب خلينا نكمل فكرة الأوبريتر أوفرلودينج للأونري النيجاتيف. الآن بوصلوا البوينت وبقلبها، ففكرته بسيطة إنه راح يعمل B2 من B1، و B2 راح تكون هي بوينت، والبوينت هاي طبعا هم نعطيهم صفر صفر على اساس انه لو ما ودينا لهم قيم يكون القيم صفر صفر. راح يجي الB2 دوت X تساوي الB السلف اللي وصلت اللي هي الB1 دوت x ضرب
ناقص واحد. مش هيك احنا عملناها نيجاتيف؟ وبنفس الاسلوب ال بي 2 دوت واي تساوي السلف دوت واي ضرب ناقص واحد. الان عبينا القيم لل بي 2 من خلال البي 1 اللي وصلته، بس راح نعيد شرحها. نعمل له ريتيرن للبي 2. خلينا نعمل هون مين كود، بدنا نعمل بي 1 وبي 1 تساوي بوينت ونودي له 2 و3. الان نطبع البوينت، خلينا نطبعها هاي المين كود، قبليها نروح نطبع الديسبلاي ديف ديسبلاي سيلف ونعمل له برنت للبوينت اللي هي سيلف دوت اكس، ونطبع الفاصلة زي ما بطبعوها الرياضيين، وهون سيلف دوت واي، ونطبع القوس النهائي للنقطة. لو جينا حكينا له بي 1 دوت ديسبلاي وعملنا له رن، بيجي بيطبع لنا النقطة 2 و3. لما نشغل الاوبريتر اوفرلودنج الى اندرسكور اندرسكور نيجاتيف، معناته في عندنا احنا جملة محجوزة، بدنا نقول له بي 2 يساوي ناقص البي 1. ناقص معناته روح شغل لنا الاوبريتر اوفرلودنج تاع النيجاتيف. الان بدنا نطبعها البي 2. البي 2 تساوي عفوا البي 2 دوت ديسبلاي، اساس نشوف النتيجة شو اللي سوانا اياها. ران بطبع لنا ناقص 2 وناقص 3. شو اللي سوانا بالاوفرلودنج؟ بالماينس هاي نادينا النيجاتيف الاندرسكور اندرسكور نيجاتيف، اذا الماينس محجوز لها الاندرسكور الاندرسكور نيجاتيف، ووصلوا البي 1 كسلف. الان البي 2 اللي بده يرجعها البي 2 دوت اكس تساوي السلف دوت اكس اللي هي 2 سلف دوت اكس ضرب ناقص 1 وخزنها بالاكس، فهو عملها نيجاتيف. احنا علمناه حسب اسمه، علمناه انه اعملها نيجاتيف، الاكس اللي وصلتك اعملها نيجاتيف، لما يضربها بناقص 1 يعملها نيجاتيف. طبعا لو كانت هون ماينس مثلا راح يعملها بوزيتيف، بضربها بناقص 1 ماينس ماينس بيعملها بوزيتيف، الماينس 2 صارت زائد 2، فهون شغله صحيح. النيجاتيف بيعملها اللي بتوصل النيجاتيف بيعملها بوزيتيف لانه بضربها بناقص 1، هيك الفكره تبعته. خلينا نرجع للقيمة الأصلية 2 و3. نفس الشيء الواي وبرجع البي 2. فإذا ما في داعي لأذر، بدكم تنتبهوا ما في داعي لأذر بالنيجاتيف، لأنه هو أونري أحادي بوصله أوبجكت واحد وبناء عليه برجع لنا الأوبجكت الثاني من الأوبجكت الأول. هاي فكرة النيجاتيف. البوزيتيف بضربه بزائد واحد، بس بضربه بزائد واحد، فالنتيجة ما رح تتغير، بس بضربه بزائد واحد. الانفرت، خلينا نفهم الانفرت. الانفرت اللي هي الإشارة هاي المائلة محجوز لها الانفرت. الانفرت خلينا نعمل هون انفرت ونعمل انفرت للبي 2. يعني لو جينا قلنا له هون بدنا بي 3، بي 3 يساوي الانفرت بنجيبها من شفت مع اللي فوق الذال هاي الإشارة المائلة، خلينا نكبرها مشان تكون واضحة. الانفرت اللي هي الإشارة المائلة هاي اللي هي الفوق حرف الذال، شفت مع حرف الذال البي 1. شوف فكرة الانفرت، الآن احنا نادينا الانفرت بس لسه ما بنيناهوش، لو عملنا رن راح يعطينا خطأ لأنه الانفرت لسه ما بنيناه. فكرة الانفرت خلينا نبنيه هون. def underscore underscore invert underscore underscore وبده يوصل هو بس سلف، شو راح يسوي فيه؟ راح نودي له بي 1. الان
بي 3 اللي راح يرجعها ممكن نعطيها اكسترا اي متغير تساوي بوينت، والبوينت هاي بده يرجعها ريتيرن للاكس. الاكس هي اوبجكت، يعني انا تعمدت هون اني اسميها اكس لانه مش شرط انه يكون اسمها بي 2 او بي 3 زي ما بنوديها، هو بيرجع اوبجكت بالنهايه. الاوبجكت بناء على شغل الانفرت، بناء على شغل النيجاتيف. الانفرت شو بيعمل الان؟ الاكس بدناش ناخذ اكس لانه الاكس في عندنا اكس، خلينا مثلا ناخذ بي 3، خلينا على بي 3 هون بي 3 لانه في لهم اتريبيوتس كمان اسمهم بي 3. الان البي 3 دوت اكس تساوي السلف دوت واي، هاي فكره الانفرت. انا وديت له البي 1، البي 1 اللي هي 2 و3 او 2 خلينا نعطي و8 راح يقلب لنا ال8 محل 2 تكون اكس وال2 محل الواي، هاي فكره الانفرت. فلاحظ قلت له انا ترى السلف دوت واي اللي هي الثمانية حطها الاكس للبي 3 اللي بدك ترجع، هاي فكره الانفرت. البي 3 دوت واي تساوي السلف دوت اكس. خلينا نوقف الاونري اوبريتورز هذا ونشغل الانفرت مشان بس نشوف نتيجه الانفرت شو راح يعمل. البي 3 دوت ديسبلاي راح يقلب لنا هنا، احنا بدنا نطبع النقطه وبدنا نطبع النقطه اللي راجعه من الانفرت. طبعا عمل الاكس سواها واي بالانفرت والواي سواها اكس للبي 3، فواضح اذا شو هو فكره الانفرت. الانفرت من اسمه انفرت بقلب، فمثلا بالبوينت بقلب الاكس محل الواي والواي محل الاكس. هيك بنكون احنا خلصنا الجزء الاول من المحاضره اللي هو الاونري اوبريتورز. مين في له اي استفسار على الاونري اوبريتورز قبل ما نكمل الاساينمنتس اوبريتورز؟ دكتور نعم تفضل. يعطيك العافيه. تفضل دكتور، بس بالسلايد في سطرين بالكود انا مش عارف ليش هم كاتبينهم. خلينا نيجي. كويس، يا سؤالك يا زكريا صح؟ مزبوط. الان هون مثلا البوينت السلايد هذا اللي بيحكي البوينت، البوينت بروح بيعمل النيجاتيف، بروح بيعمل بضربهم بناقص، شايف بيعملهم ناقص، بس احنا عملناها بطريقه ثانيه، بيعملهم ناقص. احنا ضربنا بناقص واحد كلاسيكيا، ضربنا بناقص واحد وبناقص واحد. طيب وهون واضح هذا المثال. ها المثال لا انا قصدي عن الريبير الدف الانفرت هذا. ايوه هذا اللي انت حاط على الماوس. وين المشكله هون يعني؟ لا اللي فوقيه، اللي فوقيه في فوقيه سطرين. هذول الفوقيه وسطرين هذول زيهم زي الديسبلاي، زيهم زي الطباعه. ان انستنس اوف هاي جمله الطباعه برجعها الان. الدولار ساين اس بتاخذ السلف دوت اي، والدولار ساين اس الثانيه بتاخذ سلف دوت بي. لاحظ هو مش مودي A و B صح، ومؤديهم حتى إذا بتلاحظ، خلينا نكبر سلايد، مؤديهم وبروتكت أندرسكور A أندرسكور B بدل أندرسكور X أندرسكور Y صح. فهي جملة ال STR وهون return test من هون بيجي بنادي الريبورت زيه زي الديسبلاي، ريبورت زيه زي الديسبلاي بطبع، بس بطبع بطريقة هاي أخذناها بال111 انه اطبع لي هون الاي واطبع لي هون البي، او اطبع لي هون الاكس وهون الواي. واضح؟ فهي جمله الطباعه بطريقه ثانيه، يعني عوض لي بدل الدولار ساين اس الاي اللي هي اكس عندنا، وعوض لي بدل الدولار ساين اس الثانيه البي اللي هي عندنا الاكس. هي بس جمله الطباعه بطريقه ثانيه. المهم نعرف كيف شغلنا الانفرت. شو فكره الانفرت؟ انه قلب لي البوينت اللي راح ترجعها وتحطها بي 2، اقلب لي البي الاكس اللي هي الواي حطها محل الاكس والاكس محل الواي. مثالنا كلاسيكي اوضح، مثالنا هون كلاسيكي اوضح، هنا هو مختصر. تفضل، مين كمان بده يسال؟ بدي اسالك هلا بظبط لو نحط انه تنتين النت كونفرت
كمان مرة كيف؟ إنه نحط يعني يعطيك تمتين overloading إنه يعكسهم ويخليهم negative كمان. آه بصير بصير. أنا بقول له هنا ترى ال B3 تساوي ال B3 اللي أنا تساوي اللي هي minus B1 اعملتها negative صح؟ وبعد ما عملتها negative اعملتها كمان invert. واضح؟ فعملت نيجاتيف أول إشي بعدين عملت شو اسمه هون بس هون بدي أعطيه بي 3. طيب آه تفضل دكتور. طب بالنسبة لل اللي هي البوزيتيف أنت حكيت نضرب موجب واحد بس لو كان الرقم سالب وضربناه بموجب واحد رح يضل سالب فما رح يختلف إشي. آه يعني هي يعني خلينا نقول البوزيتيف هي أونري أوبريتورز زائد زائد واحد في إشي وزائد واحد في إشي فما بتأثر يعني ما يعني بالديسبلاي ما بتأثر بس إنه شغلها بتضرب بزائد واحد زي ما ضربنا بناقص واحد بس إنه محجوزة هي بوزيتيف إلها استخدامات بس هنا يعني ما بدش إحنا نخوض باستخدامات تبجز لها استخدامات ثانية. شكرا دكتور. طيب خلينا نكمل معناته على إذن الفكرة بسيطة إنه نفهم إحنا شو بده يشتغل الإنفرت وشو بده يشتغل الماينس أو النيجاتيف. خلينا نيجي للassignment operators. الassignment operators خلينا نرجع لكم على هاي save. نيجي على برنامج جديد هون هاي الميم واحد وهون البروجرام نيم نعتبره الassignment operator overload dot python. خلينا نخزن بالأول البرنامج على الديسكتوب زي ما خزننا الله على الديسكتوب نتأكد إنه على الديسكتوب ونخزنه ونتأكد إنه بايثون خلاص هو مخزن. الآن خلينا نرجع لفكرة الأسايمنت x تساوي 5 و y تساوي 6. الآن لو أنا أجيت قلت له x زائد يساوي y كم القيمة اللي راح تطلع print x ده. 11. شو الفكرة من هاي إنه x تساوي x زائد y فلو جينا طبعناها 11 كيف عملها انه بيجي بغير قيمة الاكس بناء على قيمة الواي وقيمة الاكس معا بيجمعهم مع بعض وبالassignment operators هذا او البري اديشن خلينا نسميها او الassignment operators هذول اسمهم assignment operators. فاذا الفكرة مبنية على هذا الاساس تاعة الassignment operators محجوز لهن لاحظ I add اللي كانت هناك محجوز الاد تذكروا اندرسكور اندرسكور اد كانت محجوز للارثمتيك اوبريتورز تبعت البلس البري بلس او الاسايمنت اوبريتورز تبعت الاد اي اد واي ملتيبلاي واي ديفيجن اذا نفسهم بس قبليهم في حرف الاي اي 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 فلاحظوا فكرتهم نفس الفكره اللي هناك بس لما بدنا نروح نيجي نجمع بوينت مع بوينت راح يجي يجمع لنا الآن البوينت الأولى مع البوينت الثاني يرجع لنا مين؟ يرجع لنا البوينت الأولى ما راح يرجع لنا بوينت ثالثة. فخلينا نأخذ الأديشن فكرة الأديشن هون خلينا نأخذ فكرة الأديشن مباشرة السلف والأذر برجع لنا السلف بس برجع لنا السلف مجموع إله الأذر. خلينا نبرمجها كلاسيكيا ناخذ هون عندنا كلاس بوينت والكلاس بوينت بدنا نعمل له بسرعه اندرسكور اندرسكور انيت اندرسكور اندرسكور ونعطيه سيلف و اي تساوي صفر و بي تساوي صفر. الان سيلف دوت اكس تساوي اي و سيلف دوت واي
تساوي B. نجيب الـ display. خلينا نجيب الـ display للسرعة من هون. الـ display تبعت الـ point والـ main code والـ display تبعت الـ main code. بس نيجي نعمل display هون صحيح. و أساس السرعة هون عملنا point P1. الآن بدنا نبني ال def underscore underscore I add underscore underscore وبدنا نودي له self و other. هون بدنا P2 copy I V2 V2 مثلا كانت هون ثلاثة، هاي خلينا نعطيها مثلا أربعة، وهاي B2 display. نرجع لفكرة الـ assignment operators أو الـ pre operators. بده يرجع لنا return self. ما بدنا نعمل operator جديد، ما بدنا نعمل object جديد. نحكي له هون ال B1 زائد يساوي B2. الأوبجكت الأول راح نجمعه مع الأوبجكت الثاني، وراح نفهم الـ I add الـ overloading للـ assignment operators تبعت الـ add إنه بلش يعمل لنا self dot x زائد يساوي الـ other dot x. مش هاي بتجمع الاثنين مع الثلاث؟ لأنه self dot x زائد يساويها، خلينا نفرقها مشان تشوفوها. self dot x زائد يساوي ال x تاعت الأذر. self dot x اللي هي اثنين بجمع لها اثنين، بجمع لها الثلاث وبخزنهم ب x. نفس الاشي self dot y زائد يساوي الأذر دوت واحد. خلينا نشوف النتيجة. خلينا نطبع ال B1 لأنه هو ما بيعمل return إلا للسلف. فكرته أنه بيعدل على السلف من قيم الأذر وبرجع لنا السلف. فهو لو طبعنا ال B1 بعد ال operators نشوف فعلا أنه برجع لنا إياهم. هاي لاحظوا جمعنا ال X مع ال X وعطانا خمسة، فتغيرت قيم الـ B1. الـ X تبعت الـ B1 بلشت هون بـ 2 لما طبعها هون، صارت 5 لما طبعها هون، لأنه هيك فكرة الـ assignment operators. الـ Y بلشت بـ 8 جمع لها الأربعة وخزنها محل الـ 8 وصارت 12. نفس الإشي لو بدنا نعمل الصب، خلينا نعمل الصب مباشرة. واضح فكرة الـ assignment operators؟ مين في له استفسار عليها قبل ما نكمل؟ واضحة واضحة الفكرة. فلو جينا عملنا له الـ I sub اللي بتنقص، الآن راح تتغير قيم السلف بحيث إنه بنقص الـ X من الـ X والـ Y من الـ Y بالـ pre. وهنا لو جينا قلنا له بدنا نشغل الماينس وطبعنا راح يقول 2 ناقص 3 ناقص 1، وهنا 8 ناقص 4 4. 2 ناقص 3 ناقص 1 و4 و8 ناقص 4 4. نفس الشيء لو قلنا له I مل، بس بدنا نفهمه ترى اضرب، بدنا احنا نفهمه بالبرمجة. اضرب هاي الاكس مع الاكس تبعت الاذر، واضرب الواي مع الواي تبعت الاذر. وجينا طبعنا له هون طبعا بدنا نشغل المل، بدنا نقول له محجوز لها ال i mul underscore underscore i mul محجوز لها الستار، بيجي بضربها 2 في 3 6 و 4 8 في 4 32. فهي فكرة ال assignment operators. وكمان قبل شوي أخذنا ال honorary operators. نفس الإشي بنكمل على ال i division i floor وال mod division وال i mod وال i power. بنفهمه شو يشتغل. هون عامل مثال، هون مطبق مثال عملي. المثال العملي هذا بدكم تحاولوا تفهموه
احنا راح نناقشه مناقشه بشكل سريع. بقول لك لو كان في عندنا فراكشن كسر، الكسر 3 على 5 1 على 5، كيف احنا ممكن نجمعهم اذا كانت المقام مع المقام اللي هو الدينومينيتر اسمه المقام، اذا كان المقام متساوي بنجمع البسطين وما بنجمعش المقام. الان كيف فكره الجمع اذا كانوا مختلفين؟ بنيجي بنضرب المقام مع المقام وبنضربه بالاعلى وبنكمل زي فكره الرياضيات. فهون البرنامج متكامل، كيف انه بيعرف الكلاس، بعد ما يعرف الكلاس كيف ببلش يبرمج فيهم، ومن هون معرف الكلاس اسمه فراكشن الكسر، الكسر فيه ان وام، نومينيتر ودينومينيتر خلينا نسميه نومينيتر ودينومينيتر، البسط والمقام، بناء عليه ببلش يعمل لهم جمع. عملية الجمع بدها افاك ستيتمنت كثير على اساس يتاكد اذا كان البسط يساوي البسط، بيجي بيجمعهم، بيجمع العلويين وبترك البسط زي ما هو، بطلع لنا الكسر الجديد. بدنا نفهم فكرته كامله وبنحاول نبرمجه بشكل مرتب. يعني هاي البرنامج موجود قدامكم، بس انا بدي اشرح لكم فكره الكسور كيف احنا بنجمع كسرين. نفس الشيء كيف لو ننقص كسرين. طبعا عمليه ضرب الكسرين سهله جدا، انت بتضرب البسط مع البسط والمقام مع المقام، بينما المشكله بالجمع وبالناقص. والقسمة سهلة، انك بتقلب بس الكسر الثاني، بتقلب البسط بتعمله مقام والمقام بتعمله بسط. فهي درس الرياضيات جمع الكسور وضرب الكسور. فهيك بنكون قدمنا للمدرسين الرياضيات والعلماء الرياضيات للرياضيين برنامج صغير بنستفيد منه، بحيث انه بيعمل اضافة لما نقول الكسر الأول مع الكسر الثاني بجمعهم، والكسر الأول ضرب الكسر الثاني بضربهم بنقصهم. فهي أحد فوائد، يعني هذا المثال هو أحد الفوائد اللي إحنا نستفيدها من الـ overloading chapter، أحد الاستفادات اللي بنستفيدها. لو أنا بكون كملت محاضرتي اليوم كتسجيل، الآن رح نيجي لتفاصيل الثانية، إنه نناقش العلامات ونعمل امتحان قصير. فجاهزين نعمل امتحان قصير؟ مين في عنده أي استفسار قبل ما نوقف تسجيل على المثال؟ دكتور أنا عندي. تفضل. دكتور بكفي كوزات يا دكتور. خلينا نعمل. يعني مرة استراحة. ما هو الامتحان القصير بيعكس يعني الحضور. أنا ما أخذتش حضور وغياب.